أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وردنا هذا السؤال للتو بالفاكس، يقول فيه السائل: فضيلة الشيخ صالح، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء على ما تقومون به من إفتاء السائلين. لقد نويت شراء سيارة عن طريق إحدى الشركات المصرفية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك. طلب مني البنك إحضار عرض تسعيرة للمركبة المراد شراؤها، بعد ذلك يقوم البنك بشراء السيارة المطلوبة وبيعها لي بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك. هذا باطل يا أخي. الإيجار المنتهي بالتمليك عقد باطل صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء منذ سنوات بتحريمه وعمم ونشر، فلا يجوز هذه المعاملة، لا تجوز. فليتقوا الله في أنفسهم وبالمسلمين، أعلن هذا وعرفوه. نعم. الشيخ الذي أبرم عقود سابقة تبطل تبطل. نعم أحسن.